بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 41. أين الميزان؟ هناك في الدكان. أين اسم استفهام خبر مقدم؟ الميزان مبتدأ مؤخر. هناك اسم إشارة ظرف مكان متعلق في كائن تقديران. في الدكان جار ومجرور متعلق في كائن تقديران. وشبه الجملة في محل رفع خبر ومبتدأه محذوف. التقدير: أين الميزان؟ الميزان كائن أو كان هناك في الدكان. وزنت العنب بالميزان. وزنت فعل والتاء فاعل. العنب مفعول به. بالميزان جار ومجرور متعلق بالفعل وزنت. هذه المسألة صعبة جدا وهذه سهلة. هذه اسم إشارة مبتدأ. المسألة نعت. صعبة خبر. جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير جد جدا أو جد جدا أو أجد جدا. وحرف عطف. هذه اسم إشارة مبتدأ سهلة خبر. وزنت التفاح. وزنت فعل والتاء فاعل. التفاح مفعول به. يوزن التفاح. يوزن فعل مضارع مبني للمجهول. التفاح نائب فاعل. فريد يزن التفاح بالميزان. فريد مبتدأ. يزن فعل مضارع خبر. وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. وهو أعد على المبتدأ. التفاح مفعول به. بالميزان جار ومجرور متعلق بالفعل يزن. أين وضعت البرتقال؟ هنا في السلة. أين اسم استفهام ظرف مكان بالفعل وضعت. وضعت فعل والتاء فاعل. البرتقال مفعول به. هنا اسم إشارة ظرف مكان متعلق بفعل محذوف. في السلة جار ومجرور متعلق بفعل محذوف. التقدير: وضعت هنا في السلة. هل رأيت صاحبك سعيدا اليوم؟ لا، ما رأيته منذ 5 أيام. هل حرف استفهام؟ رأيت فعل والتاء فاعل. صاحب مفعول به مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. سعيدا بدل من صاحب. اليوم ظرف زمان متعلق بالفعل رأيت. لا حرف جواب. ما نافية. رأيت فعل والتاء فاعل والهاء ضمير متصل مفعول به. منذ حرف الجر مبني على الضم لا محل له من الإعراب. 5 اسم مجرور والجار والمجرور متعلق بالفعل رأيت. 5 مضاف أيام مضاف إليه. هل تعرف معلمنا يا فريد؟ وهل رأيته؟ لا يا سيدي، لا أعرفه قط. هل حرف استفهام؟ تعرف فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. معلم مفعول به. مضاف نا مضاف إليه. يا حرف نداء فريد منادى. وحرف عطف. هل حرف استفهام؟ رأيت فعل والتاء فاعل والهاء ضمير متصل مفعول به. لا حرف جواب. يا حرف نداء سيدي منادى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. لا نافية. أعرف فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. أو لا أعرف جملة فعلية وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا والهاء ضمير متصل مفعول به. قط ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب مفعول فيه. أعرف. درسنا اليوم صعب جدا وكان درس الأمس سهلا جدا. درسنا مبتدأ مضاف نا مضاف إليه. اليوم ظرف زمان متعلق بنعت محذوف وهو نعت لدرسنا. التقدير: درسنا الكائن اليوم. صعب خبر. جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. وحرف عطف. كان فعل ماض ناقص. درس: اسم كان مضاف الأمس مضاف إليه. سهلا خبر كان. جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. هل تريد أن تذهب معي إلى السوق؟ نعم بكل سرور. هل حرف استفهام؟ تريد فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. أن حرف نصب. تذهب
فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به بالفعل تريد، مع ظرف مكان مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بالفعل تذهب، إلى السوق جار ومجرور متعلق بالفعل تذهب، نعم حرف جواب مبني على السكون، بكل جار ومجرور متعلق بفعل محذوف، التقدير نعم أذهب بكل سرور، كل مضاف سرور مضاف إليه، بيتي قريب من السوق، بيتي مبتدأ مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، قريب خبر، من السوق جار ومجرور متعلق بقريب، بيتكم بعيد من المدرسة، بيتكم مبتدأ مضاف كم مضاف إليه، بعيد خبر، من المدرسة جار ومجرور متعلق ببعيد، يجب على التلميذ أن يحترم معلمه دائما، يجب فعل مضارع، على التلميذ جار ومجرور متعلق بالفعل يجب، أن حرف نصب، يحترم فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول من أن، والفعل في محل رفع فاعل بالفعل يجب، معلم مفعول به بالفعل يحترم مضاف، والهاء الضمير متصل مضاف إليه، دائما ظرف زمان بيحترم، يجب علينا أن نحترم أبوينا، يجب فعل مضارع، علينا جار ومجرور متعلق بالفعل يجب، أن ناصبة، نحترم فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن، والمصدر المؤول من أن، والفعل في محل رفع فاعل بالفعل يجب، أبوي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، وحذفت نونه للإضافة، مضاف ناء مضاف إليه، إذا أردت أن تكون رجلا عالما فاجتهد في درسك كثيرا، إذا اسم شرط مضاف ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه وهو متعلق بالفعل اجتهد، أردت فعل ماض والتاء فاعل، والجملة في محل جر مضاف إليه، أن حرف نصب، تكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن، واسمه ضمير مستتر تقديره أنت في محل رفع، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به بالفعل أردت، رجلا خبر تكون، أعلم نعت لرجلا، الفاء رابطة لجواب الشرط، اجتهد فعل أمر جواب الشرط، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، في درس جار ومجرور متعلق بالفعل اجتهد، درس مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه، كثيرا نائب مفعول مطلق، التقدير اجتهادا كثيرا، يجب علي أن أقرأ درسي، يجب فعل مضارع، علي جار ومجرور متعلق بالفعل يجب، أن حرف نصب، أقرأ فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل بالفعل يجب، درس مفعول به بالفعل أقرأ مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، البس الدفاء إذا كان اليوم باردا وإذا اشتد البرد فالبس الفروة، البس فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، الدفاء مفعول به، إذا اسم شرط مضاف ظرف زمان وهو متعلق بالفعل البس، كان فعل ماض ناقص في محل جر مضاف إليه، اليوم اسم كان باردا خبر كان، وحرف عطف إذا اسم شرط مضاف ظرف زمان متعلق بالفعل البس، اشتد فعل ماض في محل جر مضاف إليه، البرد فاعل اشتد، الفاء رابدة لجواب الشرط، البس فعل أمر جواب الشرط، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، الفروة مفعول به، خرجت أمي إلى السوق فدخلت دكانا، ف
فاشترط 3 أرطال عنبا وبطيخا وشماما، ثم رجعت إلى البيت. خرجت فعل أمي فاعل مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. إلى السوق جار ومجرور متعلق بالفعل خرجت. فحرف عطف دخلت فعل وفاعل. دكانا ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه وهو متعلق بدخلت. فحرف عطف اشترت فعل وفاعل 3 مفعول به مضاف أرطال مضاف إليه. عنبا تمييز. وحرف عطف بطيخا معطوف على 3، وحرف عطف شماما معطوف على بطيخا. ثم حرف عطف رجعت فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هي. إلى البيت جار ومجرور متعلق بالفعل رجعت. والله أعلم بالصواب.